الرحمن الرحيم. الندوة الجهوية للحوار الداخلي اللي انعقدت بجهة طنجة تطوان الحسيمة يوميه 23-24 مارس بفضاء ديال الفندق طريفة بقصر الصغير، هي محطة من المحطات ديال الحوار الوطني اللي انطلق منذ بعد المؤتمر الوطني الثامن، واللي جاء نتيجة للحوار والنقاش اللي عرفته أجواء المؤتمر حول مجموعة من القضايا والمستجدات السياسية. وكانت هي لحظة ديال الوقوف والتأمل والمراجعة والنقد على المستوى الوطني، ثم الآن زلنا على المستوى الجهوي. ترأس هذه الندوة الأخ عبد العزيز رباح، إضافة الأخت سعاد العماري والأخ رشيد قابيل. ومرت الأجواء ديال هذه الندوة في جو يعني حماسي وفي جو هادئ للحوار. كذلك حضر هذا اللقاء أعضاء المجلس الجهوي ورؤساء الجماعات الترابية وعدد من الفعاليات الجهوية، دام كما لاحظنا يوم ونصف. يعني وأهم الخلاصات اللي نقدروا نقولوا سجلناها هي ترسيم هذه المؤسسة ديال الحوار على مستوى الجهوي وكذلك على مستوى الإقليمي، وهو الأمر الذي سنعمل على تنزيله مع الكتاب الإقليميين. التوصية ديال الحوار الداخلي الأساسية كما شفتوا هي يعني كان تبني ديال المخرجات ديال الحوار، توصية الحوار الوطني. وثم كما قلت وأكدت أن هذه الآلية وهذه الفضاءات هي مهمة أنها توسع على الأعضاء والعضوات، وكذلك على الجهات وعلى يعني الفروع الترابية والأقاليم. كذلك من التوصيات الأساسية هو يعني إعطاء الاهتمام أكثر لقطاع الشباب وقطاع النساء والعالم القروي، وهذه أهم يعني النقط اللي خرج بها اللقاء. ثم كذلك يعني النضال باستمرار من أجل ترسيخ الديمقراطية على مستوى الوطن والحفاظ على المكتسبات الأساسية، وكذلك تثمين ما وصلت إليه الحكومة في المشروع ديال الاجتماعي، ودعوتها كذلك إلى مزيد من الاهتمام بالفئات الاجتماعية خاصة الفئات الوسطى، وإيجاد حلول للحراك الاجتماعي اللي الآن كيعرفوا الوطن بكل جرأة وبكل يعني مسؤولية. أن الحوار الجهوي أكد على ضرورة إيجاد يعني المخارج المناسبة لهذه الوضعية.